أصحابنا الحلوين الشطار اللي دايماً بيستنوا حدوتة جديدة من حواديت الميلاد. النهاردة يا أصحابي برضو معانا مجموعة من أصحابنا الشطار والحلوين جداً جداً، ومعانا برضو شجرة الميلاد اللي مليانة كور، وكل كورة فيها حدوتة من الحواديت الحلوة قوي. ايه رأيكم الأول نتعرف مع بعض على أصحابنا اللي هيكونوا معانا النهاردة في الحدوتة، وبعد كده بقى هنشوف مين اللي هيقوم يختار حدوتة النهاردة، ماشي؟ يا ترى مين معانا النهاردة في الحدوتة بتاعتنا؟ معانا أيلا، ومعانا كريس، ومعانا ميليتيا. وحشتوني قوي قوي ومبسوطة جدا جدا ان انتم معايا النهاردة. انتم مبسوطين؟ اه. مستعدين عشان نشوف الحدوتة بتاعت النهاردة؟ اه. ايه ده، لا انا مش حاسة بحماسة. مستعدين عشان نشوف الحدوتة؟ الله، دي حماسة حلوة قوي. طيب يا كريس، ايه رأيك تروح عند شجرة الميلاد وتختار لنا كورة علشان نشوف الحدوتة اللي هنحكيها النهاردة هتكون عن مين؟ يلا. تفتكر هيختار انهي كورة؟ تعالوا نبص كده، انهي كورة يا ترى؟ ايوه، طلعها من النور، شاطر، على مهلك، برافو. ايوه شاطر يا كوكو، برافو. يلا يا ترى الحدوتة دي هتكون ايه؟ خليني افتح واشوف معاكو. الله، انت اخترت حدوتة حلوة قوي. بس قبل ما احكي لكم يا اصحابي عن الحدوتة اللي هنحكيها النهاردة، ايه رأيكم لما اسألكم مجموعة اسئلة اعرف بيها يا ترى عارفين عن الشخصية دي ولا لا؟ يلا بينا نشوف الاسئلة ونرجع على طول علشان نحكي الحدوتة بتاعتنا. طيب، ماما العذراء راحت تخدم في الهيكل وهي كبيرة ولا وهي صغيرة؟ ماما كبرت، كانت كبيرة وهي صغيرة. تعرف بابا وماما بتوع ماما العذراء كان اسمهم ايه؟ معرفهمش مين دول اصلا. حنة. في الترنيمة بنقول ابنك شوكي. هي ماما العذراء خرجت من الهيكل امتى؟ لما كبرت وعندها 12 سنة. طيب الملاك لما ظهر لماما العذراء تعرف قال لها ايه؟ هتبقى مامة بابا يسوع. قال لها ان هي هتولد ابن هتسميه يسوع. تبقي ماما بابا يسوع. طيب هي ماما العذراء عرفت منين ان إليصابات مراد زكريا الكاهن حامل؟ الملاك قال لها. يا فتفوت الأسئلة دي صعبة يا فتفوت. مين يعرف الملاك اللي ظهر للعذراء في البشارة كان اسمه ايه؟ جبرائيل. فاكر الملاك ميخائيل؟ ملاك. النهاردة يا أصحابي هحكي لكم عن ماما العذراء. يبقى الحدوتة بتاعت النهاردة هنحكيها عن مين يا ترى؟ ماما العذراء. برافو عليكم. طيب احنا هناخد القصة من الأول خالص خالص. عارفين بابا ماما العذراء اسمه ايه؟ نحفظه مع بعض. اسمه يواكيم. اسمه ايه؟ يواكيم. برافو. ومامة ماما العذراء اسمها حنة. يبقى مامتها اسمها ايه؟ حنة. برافو عليكم. فكان في واحد اسمه يواقيم، القصة بقى من زمان خالص، كان في واحد اسمه يواقيم وواحدة اسمها حنة، دول كانوا متجوزين وكانوا أبرار جدا وقدسين، بس كانوا يا خسارة زعلانين قوي قوي ودايما متضايقين. تفتكروا ليه؟ علشان ما كانش عندهم أطفال خالص، وبرغم ده كانوا على طول بيصلوا لبابا يسوع ان هو يديهم ابناء. وفعلا افضلوا يصلوا يصلوا يصلوا، ومع ذلك برضو ما جالهمش خالص اي اطفال. فكانوا متضايقين قوي قوي وزعلانين لان هم كبروا في السن خالص، وكانوا مستنيين ربنا يتحنن عليهم ويجيب لهم طفل. المهم في يوم من الايام
يواقيم كان فوق الجبل بيصلي، وهو بيصلي يا أصحابي اللي حصل شاف رؤية إن هو هيجيله طفل، وإن كمان من نسله هيخلص العالم كله. فبسط جدا 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 يواقيم الصديق ده، وساعتها صدق الرؤية وقام نزل بسرعة بسرعة وراح لمراته اللي هي حنة، وقال لها على البشارة المفرحة وإن هي هتحبل وهتجيب طفل. وفعلا حنة حملت وجابت نونو صغير وسمتها مريم. يبقى ماما العذراء مين مامتها؟ كان اسمها ايه؟ برافو عليكي. ومين باباها؟ يواقيم. باباها اسمه ايه؟ يواقيم. وفي يوم من الايام يواقيم كان بيصلي فوق الجبل، وهو بيصلي شاف رؤية حلوة قوي. الرؤية دي كانت بتقوله ان هو هيجيله طفل، ومن نسله هيخلص العالم كله. وساعتها يواقيم الصديق صدق الرؤية دي، وفعلا نزل بسرعة بسرعة وراح لحنة مراته وقال لها ان هي هتبقى حامل وهتجيب طفل صغير. وفعلا يا اصحابي حنة خلفت مريم اللي هي مين؟ اللي هي ماما العذراء. ركزين معايا ولا مش مركزين؟ مركزين. برافو. يبقى بابا ماما العذراء اسمه ايه؟ يواقيم. ومامة ماما العذراء اسمها ايه؟ حنة. ماشي؟ طيب ماما العذراء يا اصحابي لما كبرت شوية وبقى عندها 3 سنين، لقت ان مامتها اللي هي القديسة حنة بتاخدها للهيكل. ايه ده، هي ليه اخدتها للهيكل؟ اصلا نسيت اقول لكم ان حنة وعدت ربنا ان لو جالها طفل حتى لو هي كانت كبيرة في السن قوي، ودي كانت حاجة ممكن تبدو مستحيلة، هي ساعتها قالت لربنا ان لو جالها اي طفل ان هي هتقدمه ندر لهيكل الله. يعني ايه؟ يعني هتخليه يروح عند هيكل الله ويبقى خادم في ايه؟ في هيكل الله. فعشان كده اول لما ماما العذراء كبرت شوية وبقى عندها كام سنة؟ 3 سنين، راحت القديسة حنة خدت ماما العذراء وودتها الهيكل. وفضلت يا أصحابي ماما العذراء موجودة في الهيكل لحد سن 12 سنة. يبقى ماما العذراء فضلت في الهيكل لحد سن كام؟ 12 سنة. برافو، جدا جدا شاطرين. بعديها كان لازم ماما العذراء تخرج بره الهيكل، صح يا كريس؟ لان زمان ما كانش ينفع البنت تفضل في الهيكل فترة طويلة لان كان مش مسموح بده. طيب وبعد كده ايه اللي حصل يا ترى؟ لما ماما العذراء يا اصحابي بقى عندها 3 سنين، لقت مامتها القديسة حنة بتاخدها وبتوديها الهيكل. عارفين ليه؟ لان في الاول خالص قديسة حنة طلبت من ربنا بعد ما قعدت تصلي كتير قوي قوي قوي، قالت له يا رب انت لو اديتني طفل انا هقدم الطفل ده كأنه ندر لهيكل الله، يعني كأنه هيخدم في هيكل الله على طول. فساعتها فعلا اول لما ماما العذراء يا اصحابي كبرت وبقى عندها كام سنة؟ 3 سنين. برافو، جدا شطورة. راحت فعلا مامتها القديسة حنة خدتها وراحت الهيكل. وفضلت العذراء مريم في الهيكل لمدة 12 سنة لغاية لما كبرت. وساعتها كان لازم تسيب الهيكل لأن ما كانش ينفع خالص إن لما بنت تكبر تفضل قاعدة في الهيكل. طب يا ترى إيه اللي حصل؟ كهنة الهيكل فكروا في حاجة علشان يقدروا يلاقوا حد يقدر يرعى ويعتني بماما العذراء. فعملوا ايه يا ترى؟ اختاروا 12 رجل. ال 12 دول كان معروف عنهم ان هم كويسين جدا جدا وكانوا ابرار. وساعتها قرروا ان هم يحطوهم كده ويشوفوا ربنا هيختار مين فيهم. وفعلا خدوا العصيان بتاع ال 12 رجل دول وحطوهم جوه الهيكل. وساعتها ربنا نزل حمامة على عصاية يوسف النجار، وكمان الحمامة وقفت على راس يوسف النجار نفسه.
فساعتها مين اللي خد ماما العذراء يا أصحابي علشان يعتني بيها؟ لا مش سامعة، مين خد ماما العذراء؟ طيب برافو عليكوا، فعلا يوسف النجار، وساعتها خدها علشان تعيش معاه في بيته، وكمان كانت في الوقت ده مخطوباله، بس طول حياة ماما العذراء كانت عايشاها في طهارة وقداسة. المهم في يوم من الأيام إيه اللي حصل يا أصحابي؟ جه الملاك جبرائيل اللي هو رئيس الملائكة، ربنا بعته لماما العذراء وقال لها كلام حلو قوي قوي. انتوا عارفين الملاك قال ايه لماما العذراء؟ عارفة يا أيلة الملاك قال ايه لماما العذراء؟ قال لها ايه؟ سلام لك يا مريم. برافو عليكي يا حبيبتي شاطرة، فعلا الملاك قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، مباركة أنت في النساء. وساعتها ماما العذراء اتخضت خالص، ما كانتش فاهمة ايه الكلام ده. تفتكروا الملاك طمنها ولا ما طمنهاش؟ برافو عليكم، فعلا الملاك قام مطمنها وقال لها ما تخافيش، انت بقى عندك نعمة، او انت وجدتي نعمة عند الله، وان انت هتحبلي وهتولدي طفل اسمه يسوع وهو ده ابن الله. فساعتها العذراء مريم قعدت تفكر تفكر، هو ده هيحصل ازاي اصلا وانا مش متجوزة، هو ده ينفع؟ فساعتها الملاك رد عليها وقال لها ان هيحل عليها الروح القدس وقوة العلية هتظللها، وان المولود منها هيدعى ابن الله. وكمان قال لها على حاجة مهمة قوي، فاكرين مين مامة يوحنا المعمدان؟ فاكرين اسمها ايه؟ إليصابوت. برافو عليكي يا أيلة، انت شاطرة جدا، فعلا اسمها إليصابوت. وإليصابوت دي يا أصحابي كانت قريبة ماما العذراء، وكانت ست عجوزة جدا جدا. فساعتها الملاك قال لماما العذراء ده حتى إليصابوت قريبتك اللي هي الست العجوزة دي دلوقتي هي حامل، يعني بمعنى أصح مفيش حاجة مستحيلة عند ربنا. وبعد كده ماما العذراء ردت على الملاك رد جميل قوي وقالت له ايه؟ هو ذا انا آمة الرب فليكن ليك قولك، اللي هي خلاص هي مأمنة ومصدقة بكلام ربنا وان هي تمام في اللي كل ربنا هيقوله. طيب وبعد كده ايه اللي حصل؟ راحت ماما العذراء على طول على طول راحت لإليصابوت. فاكرين إليصابوت كانت حامل في مين؟ كنت لسه بقول لكم كانت حامل في مين؟ ماما لا ركزوا، إليصابوت كانت حامل في مين؟ في يوحنا المعمدان، صح كده؟ يبقى إليصابوت كانت حامل في مين؟ يوحنا المعمدان. برافو عليكم، إليصابوت كانت في الوقت ده حامل، فماما العذراء سافرت طريق طويل قوي 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 وراحت لإليصابوت علشان كانت هي ست كبيرة وكانت عايزة تساعدها وتخدمها في فترة حملها. وفعلا راحت لها البيت، وهي كان ساعتها إليصابوت في الشهر السادس. كانت إليصابوت في الشهر الكام؟ السادس. برافو عليكم. وساعتها طبعا أول لما راحت حصل ما بينهم حوار جميل قوي، وساعتها ماما العذراء قالت تسبيحتها، قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. قالت ايه؟ تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. برافو، انتوا شاطرين جدا جدا. وبعديها فضلت قاعده عند إليصابوت 3 شهور المتبقيين في الحمل بتوعها لغايه لما ولدت يوحنا المعمدان، وبعد كده العذراء رجعت بيتها. المهم بقى ركزوا معايا، جه وقت ميلاد بابا يسوع. كان ساعتها يوسف النجار اخذ العذراء مريم وراحوا بيت لحم علشان يعني يسجلوا اسمائهم وكده. وخلاص جه الوقت اللي ماما العذراء هتولد فيه بابا يسوع، ففضلوا يدوروا على اماكن كتيره قوي قوي عشان يولدوا، ما لقوش خالص مكان علشان ماما العذراء تولد فيه، ما لقوش غير مكان واحد بس بابا يسوع هيتولد فيه. ايه هو المكان ده يا اصحابي؟ المزود. برافو، ايه المكان اللي بابا يسوع اتولد فيه؟ مزود البقر. برافو عليكم، وفعلا ماما العذراء ولدت بابا يسوع في مزود البقر، وكمان في المزود يعني في حته بعيده في بيت لحم. كان عارفين المزود ده بيكون فيه موجود ايه؟
الخرفان والأغنام، صح كده؟ بعد كده ايه اللي حصل؟ الرعاة بعد ما ظهر لهم ملاك جم وشافوا الرب يسوع، وبعدها تقريبا بحوالي سنتين المجوس كمان راحوا زاروا الرب يسوع وقدموا له الهدايا. عارفين الهدايا بتاعت المجوس كانوا كم هدية؟ ثلاثة. برافو، كان ذهب ولبان ومر. كانوا ايه؟ ذهب ولبان ومر. برافو برافو، شاطرين جدا. وفي الوقت ده لو تفتكروا كان في ملك شرير جدا، كان اسمه ايه؟ هيرودس. برافو عليكي. يعني كان بيحب بابا يسوع؟ لا. لا، ما كانش بيحب بابا يسوع، عشان كده لما عرف ان في مولود هيبقى ملك اليهود ساعتها قال للمجوس ان هما لما يلاقوه يرجعوا يبلغوه. بس في الوقت ده اللي يهمنا ان ملاك الرب ظهر ليوسف النجار وقال له ايه؟ قوم بسرعة بسرعة اهرب الى ارض مصر، خد بابا يسوع وخد ماما العذراء وروح مصر، عشان الملك هيرودس كان عايز يقتل بابا يسوع. وفضل فعلا يوسف النجار بيعتني بمريم وكمان ببابا يسوع في طول رحلتهم في ارض مصر. بعدها ايه اللي حصل؟ قام ملاك الرب ظهر تاني ليوسف النجار وقال له يرجع تاني لأورشليم، لأن الملك الشرير اللي كان اسمه إيه؟ هيرودس. برافو عليكم، خلاص مات، ما بقاش موجود، فارجع تاني كده بابا يسوع مش هيحصل له حاجة. وساعتها فعلا يوسف النجار خد ماما العذراء وبابا يسوع ورجع تاني، بس ساعتها عاش في مدينة اسمها الناصرة. عايش في مدينة اسمها ايه؟ الناصرة. طيب حلوة قوي، وكده اكون خلصت الحدوتة. قولولي، مستعدين اسألكوا كم سؤال كده في الحدوتة؟ مستعدين. طيب ماشي، خليني ابدأ بيكي. يا ترى فاكرة اسم بابا وماما بتوع ماما العذراء؟ طيب اسم باباها ايه؟ يواكيم. شطورة. ومامتها؟ حنة. برافو عليكي. طيب يا ترى يا كريس فاكر مين اللي اختاروه علشان يعتني بماما العذراء؟ يوسف. برافو عليك، كان فعلا القديس يوسف النجار. طب كنت عايزة اسألك يا ايلا، فاكرة ماما العذراء كانت راحت للهيكل وهي عندها كم سنة؟ ثلاثة. برافو عليكي شطورة، وفضلت في الهيكل لغاية كم سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. برافو عليكي، انتي شطورة خالص خالص. بس انا عاوزة اسألكوا على حاجة، تفتكروا احنا بنتعلم من ماما العذراء ايه؟ فكروا كده، نتعلم من ماما العذراء ايه؟ ولدت بابا يسوع. ان هي ولدت بابا يسوع فعلا، بس هنتعلم منها فضيلة كده، يعني صفة حلوة. تيجوا نعرفها مع بعض؟ احنا هنتعلم منها حاجتين، الوداعة والتواضع. هنتعلم منها ايه؟ الوداعة والتواضع. طيب انا زي ما قلت لكم كده الحدوته خلصت والاسئله خلصت، بس البوكس لسه موجود. ايه رايكم تيجوا نشوف البوكس هيطلع لنا هديه ايه في الحلقه بتاعه النهارده؟ ايه رايكم؟ جاهزين متحمسين؟ ماشي، خلينا نشوف البوكس هيطلع لنا ايه يا ترى. ايه ده؟ الله، الملاك. ايه ده؟ الملاك. شفتوا الملاك؟ طيب فاكرين الملاك ده كان ظهر لمين؟ كنا لسه بنحكي ماما العذراء. برافو عليكم، ظهر لماما العذراء. وكده زي ما قلت لكم احنا خلصنا الحدوته بتاعتنا. فكروني هنتعلم من ماما العذراء ايه؟ حاجتين، اللي هم الوداعة والتواضع. اللي هم ايه؟ الوداعة والتواضع. برافو عليكم، انا كنت مبسوطة قوي وانا معاكم النهاردة. استفدتوا بالحدوتة؟ طيب حلو، شاطرين جداً.